أعلن رئيس مجلس الشعب حمود صباغ أن المجلس تلقى كتابا من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو ثالث طلب ترشيح يصل المجلس. السيد رئيس مجلس الشعب الموقع استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 85 من دستور الجمهورية العربية السورية وعملا بأحكام الفقرة ب من المادة 22 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014 وأحكام الفقرة ب من المادة 32 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 10 لعام 2014 وخاصة المادة 26 منه والدعوة الصادرة عنكم لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، أعلمكم أن المواطنة فاتن بنت علي نهار والدتي مها قويدر تولد دمشق في 17/10/1971 مسجلة بالقيد شمالية خانة 265 ومقيمة في دمشق المزة أوتوستراد. إنني أرغب في ترشيح نفسي إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية راجياً عرض رغبتي هذه على السادة أعضاء مجلس الشعب لتأييد طلب ترشيحي من قبلهم خطياً، وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام. فاتن علي نهار.